تغيرت تركيا الاتحاد الاوروبي بين اعفاء الاتراك من الفيزا في تشرين الاول المقبل أو إلغاء اتفاق الهجرة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ذكر لصحيفة بيلد الألمانية أن بلاده تواجه عراقيل في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الشروط المطلوبة للانضمام وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كانت تركيا ستخرج من حلف شمال الأطلس الناتو أفاد الوزير بأن أطرافا مناهضة لأنقرة تتحدث عن هذا مستدركا بأن تركيا بحاجه ايضا الى التعاون مع شركاء اخرين لشراء وبيع انظمه تسلح بسبب رفض اطراف في الناتو السماح لانقر بذلك